أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل هناك حكمة ظاهرة من بداءة السورة بنداء الله تعالى للمؤمنين بقوله يا أيها الذين آمنوا، وكذلك بختم السورة بنفس النداء للمؤمنين؟ الحكمة واحدة، وهي أن المؤمنين هم أهل الامتثال، ينادي الله المؤمنين خاصة لأنهم أهل الامتثال، وهذا يدل على أن الإيمان يقتضي العمل، يقتضي العمل والإصغاء لأوامر الله ونواهيه. نعم.